التواصل إذن مشاهدينا الكرام لا زال مستمرا في مسيرة التواصل، لكن في هذه اللحظات مع أشواط الإنتاج بعدما شاهدنا شوطين من أشواط الإنتاج بالإثارة والحماس والتحدي في شعارات الأخوة المنتجين في انطلاقات هذا اليوم. هنا صباحكم عسل، صباحكم ورد، صباحكم فل، دائما في مشاركات المرموم وميادينها. نعود إلى البداية حيث ينطلق شوط خاص بالأبكار، وهنا شعار صالح بن علي وعلي بن صالح الحميري يتقدم مع وجود هنا غزل، هنا غزل تتواجد في المركز الأول. علي بن صالح بن علي الحميري يحتل المركز الأول، المركز الثاني في الجانب الآخر هناك تواجد على المركز الثاني من خلال الانطلاقة، بينما نسير إلى المركز الثالث فهد خميس بن خليفة بن خميس الخيالي، والنقلة إلى حميد بن مطر بالكوس في المركز الرابع. المركز الخامس هناك تقدمت جميلة سعيد بن عبد الله بالدحبة العامري في المركز الخامس. المركز السادس وصلت الواعية أو تحديد ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي، ولكن الواعية هناك تتقدم لسهيل وسعيد بن سهيل بن دري الفلاحي. والمركز السابع وصلت الآن روعة أحمد بن سالم بن زعيتر العامري. المركز الثامن، المركز الثامن هذه سيوف عوض بن نايض بن عوض الرشيدي في المركز الثامن. المركز التاسع هذه اللي تدخلت الآن حشيمة علي بن خادم بن مسعود الزرعي. والمركز العاشر، المركز العاشر إذا مشاهدينا الأعزاء تتواجد رفيعة عبد الله بن سلطان بن ميرين يحتل المركز العاشر. هذه النتيجة لمراكزنا المتقدمة، لمراكزنا الباحثة عن تتويج وباحثة عن ناموس في ميدان المرموم، ميدان التتويج. عودة إلى البداية، عودة إلى الشعار، هنا شعار عوض بن نايض الرشيدي الآن على مقدمة الشوط. ها هي سيوف تخطف المركز الأول والطوف، بينما المركز الثاني هناك غزل علي بن صالح بن علي الحميري يتواجد على المركز الثاني. أما المركز الثالث خليفة بن خميس بن خليفة الخيالي يقدم لنا فهدة تحتل المركز الثالث، لكن روعة أحمد بن سالم بن زعيتر العامري الآن وصل خذ المركز الرابع. المركز الخامس عبد الله بن سلطان بن ميرين وتقديم الرفيعة من تحتل المركز الخامس. المركز السادس الغزيل لسيف بن محمد بن حادة، والمركز السابع سعيد بن سهيل بن دري الفلاحي. المركز الثامن سعيد بن سرور بن شوان الظاهري يقدم الجزيرة، ولكن هناك حميد بن مطر بالكوسة في المركز التاسع. ولكن عودة إلى البداية، عودة إلى سيوف، عودة إلى سيوف تمر والطوف تأخذ المركز الأول. خطوف هنا عوض بن نايض الرشيدي يحتل المركز الأول، لكن بن زعيتر بن زعيتر بن زعيتر الله صاحبة شوط من أشواط الانتاج للأسابيع الماضية، وأحمد بن سالم بن زعيتر العامري الله يا العامري يسلم يا بن زعيتر في المركز الثاني. المركز الثالث الرفيعة عبد الله بن سلطان بن ميرين. المركز الرابع الجزيرة، واصل الجزيرة سعيد بن سرور بن شوان الظاهري، ولكن بن زعيتر يتقدم إلى المركز الأول. بن زعيتر يقدم لنا، يقدم لنا هذه روعة، هذه روعة في الأداء، روعة في النتيجة، روعة في التحدي. إلا أن الجزيرة قادمة، الجزيرة سعيد بن سرور بن شوان الظاهري الجزيرة وروعة، روعة والجزيرة. اللحظات المثيرة بين روعة بين الجزيرة، روعة الجزيرة، الجزيرة وروعة، هذه مشاهدي الأعزاء. لكن عادت روعة، روعة إلى المركز الأول. روعة أحمد بن سالم بن زعيتر العامري، بن زعيتر العامري ينتزع المركز الأول، ينتزع الناموس. أحمد بن سالم بن زعيتر تهانينا والناموس، أسعد الله صباحك على الفوز والانتصار. الجزيرة في المركز الثاني سعيد بن سرور بن شوان الظاهري، عوض بن نايض الرشيدي في المركز الثالث. المركز الرابع
بن ثامر المنصوري في المركز الرابع، والمركز الخامس فدا خميس بن خليفة بن خميس الخيالي هو من وصل مشاهدينا الأعزاء في المركز الخامس، بينما الرابع كانت غاية حميد بن سعيد بن ثامر المنصوري. هكذا أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء نتيجتنا لمستوى هذا الشوط وملحقاته، ولكن نعود إلى البداية ونعود إلى لحظاته النهائية حيث كانت روعة في الأداء وروعة في النتيجة. أحمد بن سالم بن زعيتر العامري 4:34 وجزءا وحيدا من الثانية، ثانينا والناموس، وأسعد الله صباحك يا بن زعيتر على الناموس المستحق الذي قدمته الروعة والأداء الجميل، بينما الجزيرة ما قصرت أدت أداء مميز وجميل، وكان من نصيبها المركز الثاني لسعيد بن سرور بن شهوان الظاهري، حيث تتواجد مشاهد الأعزاء وتقدم المركز الثاني ب4:34 و6 أجزاء من الثانية، ثانينا والناموس. أما المركز الثالث فكانت سيوف لعوض بن نايض بن عوض الرشيدي، هي من احتلت المركز الثالث 4:35 وجزئين من الثانية، ثانينا والناموس. وأسعد الله صباح الجميع بالانفوز والانتصار.